أبرز الصعوبات اللي كيواجهوها الحالمين بالأمومة والأبوة هي أولا مادية بسبب كلفة العلاجات المرتفعة واللي ما كاينش تغطية صحية عليهم. الإكراه الثاني هو إكراه نفسي، لأن اللي ما عندوش وليدات دائما كيحس بالإحباط بالقلق بالتوتر بالخوف، ما كيشبعش ديك الغريزة ديالو في الأمومة والأبوة. هادو من بين الإكراهات. كذلك كاين الإكراهات الاجتماعية، يعني أن الزوجين كيشوفوا راسهم بأنهم هما مختلفين عن الأزواج الآخرين اللي عندهم وليدات، فتهما كيبغيو يبرهنوا بأنهم أسرة متكاملة، بأنهم حتى هما راهم عندهم حقهم في الوليدات. إذن هادو هي إكراهات مجتمعة، كاين ضغوطات اجتماعية، ضغوطات نفسية، ضغوطات مالية، واللي كنعملوا من خلال جمعية مابا أنه يتم تدليل هاد الصعاب ويتم تجاوزها بشراكة مع الجميع، بشراكة مع المسؤولين، بشراكة مع الأطباء اللي هما يتطوعوا معنا من أجل أنهم يوفروا لنا الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، وكذلك إشراك الأسرة في هذا الموضوع، أنهم يكونوا داعمين للأزواج في وضعية إنجاب صعبة ويدعموا ماديا واجتماعيا من أجل تحقيق المراد ديالهم والأمل ديالهم في الإنجاب. كنظن بان في هذا اللقاء يعني تفتح النقاش، ما يمكنش نقولوا بان وصلنا للنتائج 100%، ولكن تفتح النقاش على اساس ان يتم ادراج صعوبات الانجاب ضمن الامور الصحيه اللي خص العنايه بالناس اللي هم مصابين بها، وعلى راسها هو توفير ولوج هاد الناس العلاجات وتامينهم صحيا.